صحة وعافية. اوقف اوقف اوقف. شنو مو بعينك احنا؟ خير خويا شكو؟ يا اخي ما يصير، انا شفتك تفتر بالمنطقه وانت تسوي فصله بدراجته، وصادق ترى ابوه مريض بالقوه جاي يقدر هنا. اسف خويا ما جيت متصور، صوت الفصله هيك ياذي العالم. ولا يهمك خويا، المهم نتعلم من اخطائنا. الشيء اللي شفناه اليوم من المنتظر يتكرر يوميا للاسف بشوارعنا وزقتنا. البعض منكم ربما يدري شنو الفكرة أو الأحاسيس اللي تخلي شاب يفحط بالسيارة أو يسوي فصلة بدراجة، بس أنا متأكد أنه أغلبنا ينزعج من هاي الحالة. على فكرة المسألة مو مجرد إزعاج المريض أو المسن أو الطفل النايم، المسألة مزعجة حتى لو أكو شباب أو أطفال جاي يدرسون أو حتى اثنين يسولفون براس الشارع أو بأي مكان، وممكن واحد ما يقدر يسمع الثاني حتى بالاتصال. أنت صعب يعني تكمل اتصالك إذا ما يمر أبو السيارة أو الدراجة. هاي الأمور كلها بها انتهاك لحقوق الجار إذا كان المكان يم جارك، وبها انتهاك لحقوق المريض والطفل، وانتهاك لحق الشارع وحق الإنسان يرتاح ببيته ومحله. حلو لو واحد يكتشف لنا أخطاءه وأخطائنا، حلو لو واحد يذكرنا بأخطائنا. الصديق هو اللي يذكرك بخطأك أحسن ما يقول لك عافية وأنت فعلاً جاي تسوي شيء غلط. عموماً هذا المواقف وهاي المدارس اللي نتعلم من عندها الحياة هواي تساهم لنا، حتى لو نضوج لفترة معينة تساهم في أن نطور شخصيتنا. خليكم بمكان دول الناس اللي تأذوا، راح تتخيلون حجم الأذية اللي راح تصيبنا من نسمع أو نشوف هاي المواقف. عموماً خلينا نتذكر كلام سيد الكائنات صلى الله عليه وآله بحق الجار حين قال: ما زال جبرائيل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إن شاء الله نكون مراعين حقوق الجار، ويا رب نشوفكم بخير.